كله. سماحة الشيخ، هل هناك مانع إذا كان شعر المرأة طويلا وأرادت قصه لتتجمل به لزوجها، لا سيما أن زوجها يرغب ذلك؟ أتونا مأجورين. ما نعلم إذا فلت تقصر الشعر، ولا سيما إذا كان ذات زوج وراغب به الزوج، ما نعلم به. لكن أجل ألا يكون قد قصد تشبهها بالشاجرات، فإذا كان لقصد آخر أما لتخفيفه حتى لا تكثر مؤونته، أو لأن زوجها مرأة بذلك، أو لأسباب أخرى، الأسباب الأخرى التي لا تعلق بتشبه بأعداء الله، فلا نعلم في هذا الأسر، ولم نعلم في النصوص إن هي عائشة أخر شيء من شعرها. بل ثبت في صحيح مسلم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته قصصنا جذبنا رؤوسهن